بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. حياكم الله أعزائي مشاهدي قناة فدك وقناة صوت العترة في هذه الحلقة وهذا البث المباشر اللي قدمناه قبل البرنامج المباشر لسماحة الشيخ الحبيب، حتى نتكلم على موضوع التبرعات وحث الأخوة للتبرع لهذه القناة. مبلغ كبير باقي علينا، باكر أول الشهر 41,000، تخيلوا، وقيدا لازم تندفع الفواتير. على العموم احنا من المبلغ في بعض التبرعات قلنا لكم احنا في عندنا اضافات هذه الشهريه تتاجل، مو مشكله. الفواتير اهم شيء، يعني احنا راح نستمر في برنامج التبرعات، ولكن بالبدايه لازم نجمع الفواتير حتى القناه لا تقطع. بالبدايه اخواني المتبرعين المنتظمين، نرجو منكم تسليم تبرعاتكم اليوم غدا على يعني على وجه السرعة. اليوم جمعة، صعب شوية، بعض الدول العربية مسكرة المصاري الصرافين والمحلات، لكن الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا اليوم مو عطلة، مو إجازة. فاليوم من اخواننا باوروبا، غدا من اخواننا في الوطن العربي. اخوان المفروض المتبرعين المنتظمين تبرعهم قبل شويه حتى على اول الشهر ندفع فاتورتنا. على العموم احنا الصراحه العدد اللي وصلنا له الحمد لله خوش عدد، بحدود 20,000 باوند شهريا. احنا نبي نوصل الى 1,000 متبرع منتظم. حط لنا محمد الصورة مالت الإعلان. الحملة اللي بدينا فيها الشهر اللي فات هي حملة جمع 1,000 متبرع منتظم لقناة فدك. تستاهل قناة فدك، قناة جديدة، مو جديدة، جديدة بطرحها القديم اللي موجود في بطون الكتب، طرح جريء صادق غير ملوث بالسياسة بالخوف. تستاهل قناة فدك ان يتبرع لها 1,000 شخص شهريا، وتستاهل قناة فدك انك تضيف اسمك من ضمن هذه الاسماء. هذا الاسم ينكتب عند الزهراء عليه السلام بأي مبلغ. احنا محتاجين 1,000 متبرع بمبالغ بسيطة قاعد نسجلهم. ليش؟ لأن العدد هو راح يجمع هذا المبلغ، كثرة العدد. ما تعدينا بحدود 300 شخص، 300 وشوي، محتاجين 1,000 شخص. حد الآن احنا في أقل من منتصف الطريق. إخوان بدينا بالآية بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، صدق الله العلي العظيم. الحملة الكبرى لدعم قناة فدك للمساهمة بالتبرع الشهري لدعم صوت الحق، صوت العترة عليهم السلام، الهدف هو الوصول إلى عدد 1,000 متبرع منتظم شهري. التبرع بأي مبلغ، قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. سلام الله على أمير المؤمنين. صفحتنا عندنا على الفيسبوك باسم المتبرعون المنتظمون لقناة فدك. سارع للتبرع والتسجيل بالأسماء، تسجيل الأسماء من خلال الواتساب والفايبر والتانجو على الرقم التالي 00447555345777777. احنا بانتظار رسائلكم تسجيل أساميكم. سجلوا بعض الأخوة خلال أمس واليوم، ولكن التسجيل
متواضع، نطلب زيادة همة، إصرار على أنك تكون من السابقين المبادرين لدعم هذه القناة، وتريحونا من هذه البرامج، برامج التبرعات الكثيرة اللي أضافوا أساميهم بالقائمة نخصم المبالغ. خادمة الزهراء عليها السلام من العراق $50، محمد ناصر من ألمانيا £50، نعم £50 أو يورو، نعم، إبراهيم السوداني من النرويج £50، خادمة الحسين عليه السلام من الكويت $100 كويتي. هذه مبالغ محمد جديدة تخصمها، وأنا عندي التبرعات اللي وصلتني عن طريق الواتساب. أخونا إبراهيم من الكويت تبرع $150 كويتي، زين. عندنا الأخت زهراء من استراليا، اجتهم بنت حق أخوها الله يخلي له بنته، ويبي يدفع صدقة لحفظها وسلامتها $50، زين. عندي بعد 500 ريال من أحد الإخوان من الإحساء، نعم. اخصم هذي لي حتى بس اتاكد من الباقين اللي هما تسليم تبرع شهري او تبرع جديد حتى نخصمه مره واحده. ان شاء الله خلال هالدقائق ينزل المبلغ تحت 40,000. شكله جدا المبلغ كبير، 40,000 وايد، باكر عندنا الفاتورة لازم تتسدد. على العموم بعد إن شاء الله ما يضيف محمد الأسامي الجديدة للمتبرعين المنتظمين راح أقرأ لكم القائمة كاملة، قائمة المتبرعين المنتظمين لقناة فدك وقناة صوت العترة، وطرق التبرع موجودة. الإخوان منتظرين من عندكم رسالة على الواتساب على الأرقام اللي ظهر على الشاشة، أو تتبرعون عن طريق الطرق الواضحة اللي قاعد نعرضها باستمرار، تحويل من خارج بريطانيا، التحويل من داخل بريطانيا، عن طريق الباي بال، عن طريق وكلانا. محمد خلي الليست بعدين لما يمكن الإخوان يضيفون أساميهم، لأن في عندنا إضافات وفي إخوان يضيفون أساميهم أثناء البرنامج، فنحاول نأجل قراءة الأسماء والإضافات الجديدة في نهاية البرنامج نحاول. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم إن شاء الله إحنا راح نظل معاكم للصلاة، وبعد الصلاة يكون هني صلاة جماعة بإمامة سماحة الشيخ الحبيب، وبعدين يبدأ برنامج سماحة الشيخ الحبيب لورقة بحثية واستقبال اتصالات. كان ودنا أن برنامجنا يحمل موضوع يهم الشيعة والتشيع والأمور المستجدات اللي تجري على الساحة، اللي لو كل يوم نطلع في بث مباشر فقط المستجدات ونبحثها ما راح يكفي. للأسف برنامج التبرعات ياخذ من وقتنا ومن وقت برامجنا.
خبر بالبحرين، دولة غالبيتها شيعة، يوصل عدد الشيعة ونسبة الشيعة توصل إلى 85% قبل التجنيس السياسي اللي جابوا باكستانيين وأردنيين وعراقيين من بقايا صدام، وجابوا يمنيين ومصريين وعطوهم الجنسية البحرينية. ليش؟ حتى يصير تعديل بالتركيبة السكانية. 85% شيعة، 15% بكريين، ويحكمونهم ويتحكمون بشعائرهم بعباداتهم بأرزاقهم بحريتهم. بدأ التجنيس العشوائي، ولحد الآن النسبة مع التجنيس ومع مجنسينهم اللي عطوهم الجنسية البحرينية، لحد الآن الشيعة هم الأكثر بكثير. المنامة، وزارة الداخلية، صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأن شرطة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تمكنت من القبض على 4 أشخاص بتهمة سب وقذف الصحابة الكرام، وأوضح أنه ضمن عمليات البحث والمتابعة التي تجريها الإدارة فقد تم رصد حساب في الإنستغرام يقوم بإهانة رموز دينية من خلال نشر عبارات وصور تسيء إلى الخلفاء الراشدين، بالإضافة إلى نشر صور مخلة بالآداب العامة. وأضاف أنه على الفور كثفت شرطة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من أعمال البحث والتحري إلى أن تمكنت من كشف هوية مستخدمي الحساب، واتضح بأنهم 4 أشخاص. 4 أشخاص حساب واحد، شنو قلت الحسابات؟ ما حد يقدر يفتح حساب. حيث تم إصدار أمر من النيابة العامة وضبطهم والأجهزة المستخدمة في ارتكاب جريمتهم. الله يزمن جريمتهم. كما تم إغلاق حساب الإنستغرام. وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأنه تم عرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. صار التعبير عن عقائدنا والبراءة اللي هي فرع أصيل من فروع الدين جريمة يعاقب عليها حتى اللي يسكن في دولة شيعية تقطنها الأغلبية الشيعية. ليش؟ تخاذل من القيادات، تخاذل من علماء الدين، خوف، ذل، عار. توارثوا هذا الذل والخوف والخنوع من المقابل بالتعبير والإفصاح عن معتقداتنا، حتى خلى العدو يتمكن وتقوى عينه. هذه رواية أمير المؤمنين عليه السلام اللي يقول: لولا تخاذلكم. خلانا أكتبها. عن نصرة الحق وتوهين الباطل.
لو عفوا، انا لان كتبتها حتى لا اخطا كلام امير المؤمنين سيد البلقاء. بعد يقول: ايها الناس، لو لم تتخاذلوا عن نصرة الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل، لم يطمع من طمع فيكم ولم يغوى من قوي عليكم. شوف الكلمة يا جماعة، فعلا تعبر عن هذه الحادثة اللي اليوم صارت والحوادث اللي مثلها. لو لم تهنوا، لو لم تتخاذلوا عن نصرة الحق ولم تهنوا في توهين الباطل، لم يطمع فيكم من طمع ولم يغوى من قوي عليكم. اطمعوا في الشيعة، في ثروات الشيعة، أراضي الشيعة، وتقووا عليهم بالسلاح وبالاقتصاد، بالحكم، وكل الوسائل اللي سلبوها من الشيعة. نعطي مثال بسيط، خلي البحرين، هذه الجريمة صارت الجريمة، جريمة سب الصحابة صارت في البحرين، القطيف والإحساء، المنطقة الشرقية، نفط ما يعرف بالسعودية كله في المنطقة الشرقية، مو كله، 90% تقريبا، هذه أكبر مصدر للنفط، أغلب النفط يطلع من تحت أقدام الشيعة في المنطقة الشرقية. آل سعود احتلوا هذه المناطق بالسلاح وبالإرهاب وبالقتل وبالدم، المنطقة الشرقية، نجران، مكة والمدينة، كل هذه. احنا لو نفرق هذه المناطق، السياحة الدينية وحج بيت الله الحرام، مكة والمدينة تاخذ حكم ذاتي، الشيعة ياخذون حكم ذاتي، يظلون آل سعود في منطقتهم بالنص في الصحراء، يختادون على عشب وكلا الصحراء، يحطوا لهم كم بعير ويشربون حليب انياق ويتسبحون، مثل ما هذا الفيديو اللي قبل كم يوم عرضوه الأخوة، يتسبحون ببول انياقهم، ما عندهم شيء. احنا لو من البداية كان عندنا قيادة شيعية قوية ما خلت هذا الحكم الظالم يسيطر على مناطقنا، لما قوي علينا ولا طمعوا فينا مثل ما قال أمير المؤمنين، ويتحكمون ويقتلون نفس ما اقتلوا بالعوامية الإخوان، لحد الآن 3 أيام من دفنهم ما خلص، فواتحهم لحد الآن في العوامية، قتل، تضييق بالأرزاق وقطع الأرزاق، سجن، هذه الطمع في الشيعة. احنا عندنا العكس، خلنا نعكس لكم الآية. سوريا 20% علوية تقريبا مع الطوائف الأخرى 10%، 70% أو أكثر بكريين. شوف شلون تكاتفوا مثل الضباع، وقاموا يجيبون المرتزقة من كل حدب وصوب، والإرهابيين، ويقتلون بكل طرق القتل، وأكل أكل الأعضاء، أكلي أعضاء هذولا،
أكلوا أعضاء الناس، حرق، خنق، قطع أعضاء، كل أنواع القتل مارسوها. عشان شنو؟ عشان السلطة. وهو مشكلة الدين البكري هو دين سلطة، إذا أخذت من عنده السلطة يسقط. إحنا اليوم نبيكم التكاتفون، ومثل ما كنتوا تقولون يسقط حمد يسقط حمد، نريد منكم بالبداية تهذيب أنفسكم وخلع عباءة الخوف والذل، وتقولون تسقط السقيفة يسقط أبو بكر يسقط عمر. هذه الساعة فعلا عدوكم يخاف منكم. نرجع نذكركم بكلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه: لو لم تتخاذلوا عن نصرة الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع من طمع فيكم ولم يقوى من قوي عليكم. حطوا خط تحت كلمة تتخاذلوا عن توهين الباطل. أي باطل أكثر من باطل السقيفة؟ اللي تهاونتم وتخاذلتم عن توهين هذا الباطل لدرجة أنه يجبنون أصحابهم ويجبنونهم البترية. اليوم قاعد ينشرون كلمة للقائد ولي أمر المسلمين وصلت مرحلة القتل للذين يجهرون بالبراءة، وقاعد يوزعون يحطون صور سماحة الشيخ الحبيب والأخوة اللي عندهم نهج برائي، ويفسرون كلام أمير المؤمنين: من يدعو إلى تفرقة المسلمين اقتلوه حتى لو كان تحت عمامة علي بن أبي طالب. هذه الكلمة قالها أمير المؤمنين في الخوارج، أولوها وخلوها على الذين يجهرون في البراءة. شلون التأويلات وتحريف كلام أهل البيت؟ والله يا جماعة هذول يوم القيامة أهل البيت سلام الله عليهم فعلا راح يقتصون منهم، ينسبوا لهم كلام لم يقولوه، وكلامهم يأولونه على حسب نفس الدين البكري بالضبط. البترية والبكرية فعلا يعني وجهان لعملة واحدة، نفس المنطق نفس الأسلوب. كلام أمير المؤمنين يخص فئة معينة زمن معين يروحون يفترون يدورون، لأن ما عندهم شيء، يحولونه ويطبقونه على الواقع على بعض الأخوة اللي يتكلمون كلام أهل البيت سلام الله عليهم، ويدعون إلى قتل. يا جماعة قتل قتل تصفية، يعني اقتلوه. أمير المؤمنين يقول اقتلوه، يعني أنتوا لازم تقتلوا. حاطين صور الشيخ الحبيب وبعض الأخوة اللي يجهرون بالبراءة وكاتبين اقتلوه حتى لو كان تحت عمامة علي بن أبي طالب. تخيلوا يا جماعة، وصل بالبترية أنه يدعون إلى القتل، مو بس تجبين يجبنون أصحابهم ويجبنونهم، لا الحين كبرت شوية صارت دعوة للقتل. قتل لا ولا. هذاك اليوم هذه كلمة بالتويتر حق سامري القطيف اللي هو يتبنى هذا النهج. سامري القطيف تعرفونه، وانبطاحه وتزلفه للسلطة، عنده كلمة يدعو. وين كلمة سامري القطيف؟ احنا شوية بعد اليوم تغير علينا الجو. في سامري الغطيف
ايش سوينك يا سامري الغطيف؟ يا ليت انا لو كنت كان عارض لكم اياها على ال عارض لكم اياها على الشاشه حتى لا يقولون بعد يتبلون على سامري القطيف، ولكن موجوده هي على صفحتها على تويتر. هم نفسهم هذول اللي يتناقلون هذه الاحاديث وهذه ال ويؤولونها على كيفهم، نفسهم يدعون إلى الوحدة والتعايش والرأي والرأي الآخر. هنا يقول اختلاف الرأي في مسألة ما لا يبرر بأي حال تجاوز حقوق الطرف الآخر، فهو يبقى أخ لك في الدين، فلا يجوز لك أن تستقيبه أو أن تفتري عليه أو تؤذيه وتسيء له لمجرد اختلاف الرأي. هذه موجودة بصفحة سامري الغطيف على الفيسبوك. اختلاف الرأي في مسألة ما لا في مسألة ما لا يبرر بأي حال تجاوز حقوق الطرف الآخر، فهو يبقى أخ لك في الدين، فلا يجوز لك أن تستقيبه أو أن تفتري عليه أو تؤذيه أو تسيء له لمجرد اختلاف الرأي. شوفوا وهني شنو قاعد يقولون؟ زين؟ يقولون اقتلوهم حتى لو كانوا تحت عمامة علي بن أبي طالب، ويحاولون يصرفون كلام أمير المؤمنين للخوارج علينا ويقتلوننا. نفسهم اللي يقول هني نفسهم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. زين اللهم صل على محمد وعلى محمد. احنا ان شاء الله القوائم جاهزه وما في نشوف تبرعات، ما في تفاعل. المبلغ اللي موجود لحد الان 40660. الاخوان منتظرين تبرعاتكم على الواتساب. محمد عطني فاصل بسيط ونرجع معاكم نقرا لكم اسامي اخر تحديث لقائمه المتبرعين المنتظمين لقناة فدك وقناة صوت العترة، وبعدها نفتح مجال الاتصالات. بسم الله الرحمن الرحيم. قناة فدك صوت الجهر بولاية آل محمد عليهم السلام تناشد المؤمنين الإسهام في تغطية نفقات البث. إن هذه القناة التي تنتهج الصدق والصراحة إنما تستمد تمويلها من تبرعات المحسنين من المؤمنين والمؤمنات الذين يؤمنون بضرورة وجود هذا الصوت الإعلامي الصادق البعيد عن التنازلات والمساومات على حساب الحق. يمكنكم مد يد العون والمساعدة الآن بالاتصال بهيئة خدام المهدي عليه السلام مكتب لندن، وذلك على الأرقام التالية: نصر الله من نصر آل محمد الطاهرين عليهم. السلام. يلا اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم ولعن أعداهم. حياكم الله مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة فدك وقناة صوت العترة في هذا البث المباشر، وحلقة لاستكمال فاتورة قناة فدك. محمد حط لنا مجال المشاركة والاتصال والمداخلة، وحث إخوانكم للتبرع. احنا بعد قليل راح يكون برنامج سماحة الشيخ وراح نفتح مجال الاتصالات، راح تكون الاتصالات ما شاء الله، والناس تشتكي وتزعل ويتصلون على هذا الهاتف مال التبرعات نفسه، يتصلون عليه يبون يشاركون. هو موبايل ما له شغل بالموضوع، يتصلون يحبون يشاركون. ارقام المشاركة اللي موجودة بعد برنامج سماحة الشيخ، دائما الوقت يكون محدود، المشاركات محدودة، ودائما نعطي أولوية للمخالفين.
نبي نسمع شو يقولون يردون على الورقة البحثية لسماحة الشيخ. فيهم خير؟ في أحد في عنده عقل أو عنده حجة يطرحها يرد على سماحة الشيخ؟ فدائما احنا في برنامج سماحة الشيخ نحاول نعطي مجال للبكرية المخالفين. أما الشيعة أخواننا الشيعة برامجنا احنا هني نعطيهم مجال يتكلمون، برامج الإخوان اللي يطلعون نعطيهم لأن أكثر قضايانا تخص الشيعة احنا. أما ورقات البحثية لسماحة الشيخ تخص المخالفين والرد على المخالفين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في مبلغ 2800 ريال، 2800 ريال، هذا المبلغ نشوفه لمتبرعين شهريين ما أعتقد، لأن الأخوة اللي تبرعون 2200. نعم اخصم هذا المبلغ محمد، 2800 ريال، اخصمه من مجموع المبلغ. إن شاء الله ينزل المبلغ تحت 40,000. إيش كثر يصير 2800 ريال؟ إن شاء الله يكون مبلغ زين. أربعمائة وخمسة وأربعين. يلا بقى 220. 220. 220 يا أخوان، وينزل مبلغ تحت 40,000. يا الله. يا الله. احنا صراحة بصراحة انا واحد من الناس انقشيت هالشهر، نسيت ان الشهر هذا بس 28 يوم، طلعت تاريخ 24، اربع ايام، وصدمنا ان التبرعات جدا ضعيفة، وباكر صار واحد الشهر. هذا تاريخ الشهر 2، 28 يوم ما درينا عنه. على العموم فيهم الخير إن شاء الله، يمكن نحصل لنا اتصال مني من هناك، رسالة مني من هناك. منتظرين أهل الخير يشيلون هالقناة هذا الشهر، وإحنا ترى مو أول مرة، متعودين على هالسوالف. أهل الخير فيهم البركة إن شاء الله، ويكملون مبلغ الشهري إن شاء الله. محمد حط لنا الأسماء بعد آخر تحديثات. والله أنا صراحة يعني أهم شيء عندي هالمشروع هذا ينجح، مشروع المتبرعين المنتظمين، والأسماء هذه تكتمل. يعني هذا صراحة أهم إنجاز عندي، لأنه إذا كملنا 45,000 من خلال هالمتبرعين راح ما نحتاج هالبرامج. على العموم في شوية تغييرات. أبو علي من البصرة أم علي من البصرة 500,000، أبو علي كنكون 200 دولار، محمد الأمين وأقبال وميساء 125,000، 100 دولار مصطفى وسيد رياض الموسوي، دكتور عبد الحسين الخفاجي، أبو يوسف الحلي، فاضل الرافضي، علي ناصر، أبو علي، نعم علي ناصر 100,000، كل هذيل كل واحد 100,000. أما 100,000 أبو علي من نجف، أبو مصطفى، أسامة يحيى، أبو صادق، سام الراي، مصطفى كريم، أحمد كريم، علوية، أم سارة من البصرة، سارة عادل، مسل تشيشان، أبو صادق 60,000، أبو حسين الكاظمية، أبو علي الطائي، عقيل الساري 50 دولار، وزوجته كذلك 50 دولار، حيدر فرهود 50 دولار، عبد الله المولى 50 دولار، حيدر الطائي 50 دولار، خادم الزهراء عليها السلام 50 دولار. محمد خادم ولا خادمة الزهراء؟ انت داز لي امس خادمة الزهراء، شيك الرسالة اللي داز لي اياها، اصعد فوق شوية. خادمة الزهراء ايه. ابو زينب
50,000، أبو حيدر 50,000، خلود من البصرة 50,000، سيد مقداد الحلو 50,000. خلنا نقول الأسامي هذول كل واحد منهم 50,000. مصطفى وأبو زيد كل واحد فيهم 50,000، وأبو علي من واسط 30,000 عراقي. القائمة آدم، أبو زهراء من ديالى، حسن دبدوب، أبو باقر من البصرة. القائمة الرابعة هم 25,000، كل من خادم سيد محمد، أبو علي من البصرة، رياض جاسم الرفاعي، أبو فراس، أبو كريم، أبو أحمد، عبد الله الرافضي، علي أبو عمار نيابة عن والدته، وسيد عباس جعفر 20,000. فديتك يا عراق وزينب الموسوي. أبو تبارك 15,000، والمرحوم أبو حيدر عنه وعن أم حيدر 15,000، ونور حبيب الحميري والتفاتهم 15,000. هم 10,000 كل من أم باسم وعلي المطيري، السيد العن، السيد الحديثة، رسل من نجف، حسن الرافضي، أحمد أبو كوثر، أحمد وزوجته، أم سارة، سلام الرافضي، أبو محمد الجوراني، محمد ياسر الشويلي، أم محمد. القائمة الخامسة من المتبرعين المنتظمين لقناة فدك وقناة صوت العترة من العراق: محمد حسين، السيد علي أكبر، أم حيدر من حلة، أم ميعاد، أبو حوراء من خانقين، موسى من ديالة، محمد من واسط، بان التميمي، أبو محمد، علي الطائي، حجية، أم هاشم، حيدر الأسدي، خالد، خضير عباس، خضير عباس حميد، زهراء عبد محمود، عباس حميد، محمد الطفل عدو عمر، وخادم أهل البيت عليهم السلام، وفاطمة من الموصل. 5,000 نوال ونسرين، ونسرين ويسرى، رشا الحجية الموسوية، الحجية مهدية، فاعلة خير عبد الخالق العابدي، سيد فاضل موسوي، أم هبة. القائمة للجزيرة المحمدية: سلمان وشوق وعلا وفخرية وأميرة وزهراء 2,200 ريال، أبو علي من القطيف 200 باوند، أبو محمد من القطيف، وأم محمد خليل، وأم سيد محمد، باقر الحمود، ومحمد خليل، كل واحد فيهم 1,000 ريال. 700 ريال جمال سلمان، 600 ريال أم أحمد، 100 باوند عبد الرحمن الجعفري، عقيل حسين وياسر وأبو فاطمة، أبو محمد، أبو حسن، وأم صلاح، بشرى وحسين وسعيد، فاطمة، العبد الله، أبو هادي، أبو عبد الله، وسيد محمد، كل واحد فيهم 500 ريال. 400 أم سيد قاسم، 100 دولار أبو حسين، أبو زهراء، حسين، أبو علي، لجين، ومحمد، ياسر. القائمة الثانية للمتبرعين المنتظمين من قناة لقناة فدك وقناة صوت العترة من الجزيرة المحمدية: باسم الزهراء عليه السلام من القطيف 100 دولار، عباس داوود 100 دولار، 350 ام عبد الله، 300 نوال سيد حمزه، محمد علي، ام علي، ابو محمد لدهيم، عبد الوهاب، علاء الناصر، والثابت على ولايه اهل البيت عليهم السلام والبراء من اعدائهم 300 ريال كل واحد فيهم. 40 باوند محمد فؤاد، فاطمه ونايف محمد، أبو حسن، منصور الشيخ، أنوار الحسين 200 ريال.
$50 أبو علي من القطيف، 140 اللي هو محمد جاسم، أبو الميرزا حسين 120، 100 ريال مرتضى وأحمد العيسى، حسين علي ودينا وسيدة زينب. القائمة الثانية، القائمة الثالثة، أم عباس وأبو سيد محمد وسارة أبو زينب، أحمد البخيت، سيد ضرغام، أم حسين، أم حسن، أم فاطمة، أم علي، آيات بنت الزهراء، زهراء حسن، همام، وباسم الشيخ الحبيب، كل واحد فيهم 100 ريال. 50 ريال حسن أحمد ومحمد، و10 ريال حيدر وحوراء والشبل الرافضي محمد. عندي الكويت، في إضافات على الكويت؟ أي زين، احنا لو المفروض يعني أنا الصراحة أهيب بها الكويت، إنه الحين هالأيام المنهج الرافضي ما شاء الله يعني قوي بالكويت. وعلى فكرة محمد، هم الاسم خادمة الحسين مو خادم الحسين، الآخر اسم أضفناه هذا خادمة الحسين. على العموم أبو بشار 250 دينار كويتي، أم محمد 200 دينار، أبو خالد 150 دينار، فيصل بهمن 500 دولار، محمد 250 باوند، 100 دينار أبو علي وياسين، أبو محمد، أم نواف باسم الشيخ الحبيب خادمة الحسين عليه السلام. أما 200 باوند عبد الله، محمد صالح 100 باوند، سيد حسين القلاف 50 دينار، ناصر القريني 40 دينار، زينب 30 دينار، سامي 30 دينار، مناف نصيب، وعمار رشيد، وأحمد الحبابي، كل واحد وخادم تراب نعل الزهراء، أهل خادم تراب نعل أهل البيت عليهم السلام، وأم علي، كل واحد فيهم 100 دولار. حاكم الشمري 20 دينار، أحمد دشتي 50 دولار. يلا إن شاء الله تكثر، اليوم 3 و4 زادوا من قائمة الكويت. البحرين، أبو محمد 200 باوند، أبو علي 50 دينار بحراني، أم الشهداء 50 دينار، منصور محمد 105، ثريا سيد ماجد 100 دولار، أم محمد 100 دولار، 30 دينار بحريني، أبو محمد، أبو أحمد عفوا، أبو جعفر 25، 20 كل من سيد برضه وأم سيد حسنين وأبو ياسر وسيد محمد وعلي عبد الكريم وأم أحمد، 10 دنانير جاسم ومحمد الحواج. هذه قائمة البحرين. نعم، الحين خلصنا البحرين، بريطانيا، الدكتور محمد من لندن 200 باوند، أبو مريم وفاعلة خير، أبو محمد ما شاء الله، ومديحة، وأبو حيدر، سيد أحمد الموسوي، وأبو أم مصطفى، كل واحد فيهم 100 باوند، أبو مصطفى من مانشستر 70 باوند، 100 دولار، عمار الحداد ودكتور يوسف. صباح البدري ومحمد ضيف الله وأم يوسف وسيد علي الجعفري 60 باوند كل منهم، 50 باوند أبو علي من لندن، أبو سلمان بولتون، أبو فدك، رائد من اسكتلندا، وعبد الرزاق من لندن، كل واحد فيهم 50 باوند. عفوا اخواني، انا شوي الظاهر تغير علينا الجو. 40 باوند اللي هو حسن وياسين وامين، ابو حيدر وام علي من ابو حيدر من ليفربول، وام علي من لندن 30 باوند، الاخت الطيار 25 باوند، حيدر من لندن 1 باوند.
ألمانيا وهولندا. زيدون العبيدي 250 يورو من ألمانيا، حكيمة من هولندا 100 يورو، أبو هاشم من ألمانيا 100 يورو، سليمان حسين السيد عبد الله من ألمانيا 100 يورو، حامد من ألمانيا 100 يورو، نور الدين من ألمانيا 100 دولار، 50 يورو علي أبو زهراء من ألمانيا، عيسى من هولندا، عبد الوهاب من هولندا، بتول أمين من ألمانيا، محمد ناصر هذا تو أضفنا أمس، اليوم أو أمس، أمس بالليل اتصلي، 50 أم هاشم 30 يورو، أبو زهراء 30 يورو، أبو عبد الله من هولندا 20 يورو، مديحة المنصوري 20 باوند، أصيل من هولندا 20 يورو، فاطمة من هولندا 20 يورو، محمد الوافي من ألمانيا 20 يورو، سعيد الوافي 10 يورو، وأم ألين 10 يورو. أحسنت. عندي السويد والنرويج. فوزي من السويد 100 باوند 100 دولار، كل من عباس من النرويج، محمد حيدر من السويد، محمد الكردي، أبو آية، أم آية، موسى المنطوري، نعم أمير المالكي، وأبو فاطمة، 600 كورونا، هم يساوي 100 دولار تقريبا. عن الشهيد جمال، أبو أحمد 500 كورونا، حيدر مجيد قاسم 500، أبو أمير 500، أم أمير 500، خليل 500، أبو شبر من النرويج 50 باوند، أبو صلاح من السويد 50 باوند، محمد البياتي من السويد 50 باوند، إبراهيم السوداني من النرويج 50 باوند، هذا اليوم بعد ضفناه الأخ إبراهيم قبل شوي بالفيسبوك راسلني. نبأ الأمير علي من السويد 50 دولار، حسنين أبو جعفر 200 كورونا، صباح شنون الساعدي من النرويج 200 كورونا، ومالن 200 كورونا، إياد ناصر 100 كورونا سويدي. فرنسا الحاجة 150 يورو، يحيى الموسوي 100 باوند، 100 يورو أبو محمد رضا عبد الرحمن، عصام جلال جار الله، أبو مدين، أبو عبد الإله 100 دولار، مراد 60 يورو، حليمة يوسف 50 يورو، أم عبد الكريم 30 يورو، خادم أهل البيت عليهم السلام 10 يورو، حليمة يوسف الأخت تبرعت الشهر هذا زيادة أصلا، بارك الله فيهم. الدنمارك رشيد التكماشي 300، 100 دولار كل من أبو أمير، أبو أحمد، رمز العيسى، وسالم حسن، وحسن سالم حسن المسير، أعتقد نفس الاسم محمد، هذا الشيء الواحد، يا ليت يتواصل معنا الأخ سالم. أم الشيخ دانيال كرمانشاهي 30 باوند، شيخ دانيال كرمانشاهي 30 باوند، دانا الكرمانشاهي 22 باوند، محمد الرافضي 10 باوند. في اسم فرنسا ما ذكرنا، راح أعطيك إياه، متبرع عنا الأخ نور الدين من ألمانيا، هو الأخ فرنسا جزائري. نعم. عندي أمريكا وكندا، إيه في فرنسا اسم مو حاطين أصلا، مو ضايفينه، راح نضيفه إن شاء الله. محمد النمر 480 من أمريكا، 200 دولار، أم محمود، عباس هاشم من كندا 100 دولار، هذول كل الاخوان 100 دولار، عباس هاشم من كندا، ابو علي من امريكا، ابو علي العصافر من كندا، محمد هاشم واعظ من كندا، ابو اميري من كندا، نور الدين من امريكا، ابو كاظم من امريكا، ضياء ابو زيد من امريكا، ودكتور حيدر 50 دولار، سيد طالب الموسوي 50 دولار، وابو احمد من نيويورك 30 دولار. استراليا ومصطفى الشمري 1000 دولار نيابة عن الإمام الحسين عليه السلام 100 باوند، أبو أحمد، أبو علياء، أبو ضحى الشيخلي، كل واحد فيهم 100 دولار، زهراء 50 دولار، أم علي 50 دولار، صباح التميمي 25 باوند. هذه قائمة الأسامي المتفرقة المتبرعين المنتظمين. نعم. نعم.
فاعلة خير 500 باوند، أبو سليمان بلجيكا 200 يورو، مصطفى من أيوب 150 يورو، محمد باغر وزوجته خديجة من إيطاليا 150 يورو، بنت الزهراء 150 يورو. إيطاليا لازم يكون لها قائمة بروح، خل بس ننتهي نجهز لنا قائمة لإيطاليا. أبو علي من بلجيكا 100 يورو، محمد صالح من سويسرا 100 دولار، موسى المنصوري وفاعل خير، شاهر الوهامي، حذيفة وخليل من بلغاريا كل واحد 100 دولار، فائق عبد الغني من إيطاليا 50 يورو، محمد علي من قبرص 50 يورو، أبو علي من إيطاليا 50 يورو، أبو علي وأخيه من إسبانيا 50 يورو، أبو محمد الكناني من النمسا 50 دولار، عاطف محمد الإدريسي وأبو عزام 30 باوند، وأبو رائد نيابة عن شيعة الجزائر 20 يورو، علال الجزائري، علال الشيعي من الجزائر 10 يورو، عائلة خدام نعل الزهراء عليه السلام بلجيكا 5 دولار، 15 دولار زادوا المبلغ. عندي عادل من فينيسيا من إيطاليا، عندهم تبرع شهري، بعد دز لي رسالة خليني أتأكد منها بعد شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم، سيما بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم وقتلة الحسين جميعا. السلام عليك أخي عبد الله وعلى شيخنا المجاهد الحبيب، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سوف أتبرع غدا للقناة بمبلغ 20 دينار بحريني، وأطلب منك ومن سماحة الشيخ الحبيب الدعاء لي بقضاء الحوائج وتيسير الأمور وسعة الرزق. أود التنويه أن جاسم من البحرين ليس متبرع شهريا. نعم، التبرع ليس شهري. الظاهر في بالبحرين الأخ جاسم مكتوب يقول هذا الأخ مو متبرع شهري. على العموم جزاهم الله خير، عندي تبرعات من العراق وصلتني. عماد حمدي 20 ألف متبرع شهري، أبو كرار 10 آلاف، أم آية 10 آلاف، قاسم العنبكي 10 آلاف، فاعل خير 5 آلاف. هذه تبرعات من العراق، يعني أخصم 55 ألف دينار عراقي، أضيف عماد حمدي أبو كرار، خلي أكتب لك إياهم حتى لا تختلف. عماد حمدي 20 ألف، أبو كرار 10 آلاف. محمد ما نطلع لنا فاصل شوية، ناخذ لنا نفس لأن النفس مسدود شوية حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قناة فدك صوت الجهر بولاية آل محمد عليهم السلام، تناشد المؤمنين الإسهام في تغطية نفقات البث. إن هذه القناة التي تنتهج الصدق والصراحة إنما تستمد تمويلها من تبرعات المحسنين من المؤمنين والمؤمنات الذين يؤمنون بضرورة وجود هذا الصوت الإعلامي الصادق البعيد عن التنازلات والمساومات على حساب الحق. يمكنكم مد يد العون والمساعدة الآن بالاتصال بهيئة خدام المهدي عليه السلام مكتب لندن، وذلك على الأرقام التالية: نصر الله من نصر آل محمد الطاهرين عليهم السلام، صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وبيها وبالها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. حياكم الله أعزائي مشاهدي قناة فدك وقناة صوت العترة. بعد ما خصمنا التبرعات اللي وصلتنا من العراق وعشرين دينار بحراني بعد خصمه محمد، المبلغ لحد الآن ما نزل تحت ال ما نزل تحت 40 ألف باوند. ينزل بسيطة، ينزل إن شاء الله ويختفي الرقم ويصير صفر، ونرجع الشهر الجاي وهم
يصير مبلغ مرة ثانية هم أرقام مو رقم، وهم يختفي إن شاء الله فضل الله وأهل البيت سلام الله عليهم. إحنا ناس حاطين عيننا بعين الله وأهل البيت وما يخيبون الحمد لله. أما اللي يتخاذل بسبب خوف، بسبب مصلحة، بسبب قلة إيمان، هذا سوى أهل البيت سلام الله عليه هم ما تلقى لهم نظرة على هذا الشخص. يعني قناة والله لو احنا لو سماحة الشيخ يسوي كتاب، كتاب يا ليت يسوي كتاب على قصة كفاحة وابتدايتها من الصفر إلى تأسيس هذه القنوات اللي موجودة، هذه تصير عبرة للي عندهم ذرة شك بفضائل أهل البيت ووقفتهم مع شيعتهم ومحبينهم. هذه القناة اللي معجزة إنها استمرت هذا الوقت من غير إمكانيات، من غير كادر، محاربة، من يكذبون علينا يبهتوننا، محاولات وحملات للإيقاف والاعتقال الشباب، قضايا. واحد من الناس يا جماعة أنا شنو عندي يعني على أساس أن هالضجة هذه قضايا بأكثر من دولة علي أنا شنو حتى هني حاولوا يرفعون قضية في بريطانيا، عارفهم عيال عمي هني، وليش ايش قايلين؟ عايشة في النار خير إن شاء الله، عايشة تعال قول عايشة في الجنة وأنا أقول عايشة في النار، عايشة بالجنة، تعطي أدلتك أعطي أدلتي والناس تحكم وانتهى الموضوع، السلام عليكم وعليكم السلام، كل واحد يروح بيتهم ويحط رأسه وينام. قضايا وربربة وحالتكم حالة، ليش يا معود؟ هذه القناة والله منظورة من أهل البيت سلام الله عليهم، وما حد يقدر يوقفها إلا إذا أهل البيت سلام الله عليهم شالوا يدهم منها لحكمة معينة راح نوقف. أبو هاشم من ألمانيا دفع تبرعه الشهري 100 يورو، ولكن أضاف عليه 20 يورو هذا الشهر، الله يزيده إن شاء الله. أبو هاشم يريد دعاء سماحة الشيخ، الله يقضي حوائج أبو هاشم. خلنا سجل أبو هاشم وعطني علي من العراق. أبو هاشم ذكرني بالشباب كانوا صدريين كله يقولون يا أبو هاشم يا أبو هاشم أبو هاشم. منو عندك محمد؟ علي، السلام عليكم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أخ عبد الله. أهلا وسهلا، هلا علي. السلام عليكم. وعليكم العزيز عبد الله، التحية إليك وإلى كادر قناة صوت العترة وإلى كادر قناة فدك الجنود المجهولين. حقيقة إحنا نشكركم والله، لا يعني مهما نشكر على هذه الجهود اللي يقومون بها فما نأدي ولو جزء بسيط. أنتم تقومون بدور كلش عظيم، هذا إحنا نسأل إن الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم، لأنكم تكشفون الحقائق للناس، تكشفون هناك الناس المدورين. أنا حقيقة قبل فترة كنت أمور لا أعرفها، ولكن الآن بحمد الله وهذه القناة الصادقة الهادفة التي تسير على نهج محمد وآل محمد، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير، الله يبيض وجهك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أبو نعم، في والله تبرعات، يعني الأخوان قاعد يسلمون تبرعات وزيادة، تبرع وزيادة. السيدة زينب زيادة،
أبو سيد محمد زيادة باسم الشيخ الحبيب زيادة، أم عباس تبرعات للمسجد باسم الشيخ باسم أم حبيب. على العموم أنا راح أجمعهم هذيلي وأشوف شنو اللي لازم نخصمه وشنو اللي ما راح نخصمه. اللهم صل على محمد. بالضبط الصراحة أنا ما أعرف شنو أخصمه من هذه المبالغ. على العموم ظهر توصيل تبرعات. محمد ليش ما خصمت ال20 يورو؟ احنا نبي لنا أي مبلغ يجي حتى ننزل على على ال40 ألف. خلي شيء كذيل أشوف كم مبلغ أقدر أخصمه منهم. خلنا نكتب. ما تعرفوا التفاصيل؟ يعني أقل شيء 100 200 300 400 500، يعني اخصم 550 ريال. لأن أنا شو قاعد أشوف زيادة على الموضوع اللي التبرع الشهري. ما شاء الله يعني كل واحد يوصل تبرع الشهري وزيادة. هذا أهل البيت سلام الله عليه ما يخلونهم. في بعض الناس يخافون إنه ينزل يعني الرزق شوية يخوف. صار كم؟ 110. يلا نزل، أنا بتخلى أدفع 120 من عندي. الحمد لله هم أمس يعني شوية رزق، خلنا ندفع لنا صدقة بالعلانية، هذه مو بالسر. 120 خلي ينزل يصير 39,999. يلا هانت. عندي تبرعات من النجف إن شاء الله راح يزودونا فيهم الإخوان. ونقلل هذه القائمة. هادي من ميونخ. هادي السلام عليكم، تفضل. هادي عليكم السلام، كلم الأخ عبد الله. لو سمحت تفضل يا هادي. مرحبا أخ عبد الله، حياكم الله. يا هلا والله. كيف حالك؟ أنا بالحقيقة أول مرة أحاول أتصل عليكم. أي نعم، حياك الله، تشرفنا فيك هادي. الله يخليك. ما فهم طريقة التبرع بالنسبة لهي الأرقام، حسابات أو يعني طريقة تليفون أو ألمانيا؟ عندنا حساب في ألمانيا في البنك اسمه بوست بنك. أوكي طيب، رقم الحساب ممكن كنترول يبعثوا لي أو أقدر أخذه؟ لا أنت طالع الشاشة وأنت الحين تكلمني. قناة فدك موجودة؟ إيه. المبلغ مكتوب التبرع من ألمانيا ومكتوب التفاصيل. حياك الله يا أخوي هادي، أهلا وسهلا. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله، ماجورين. والله ما شاء الله يعني خدمتنا سريعة على طول. ألمانيا عطينا حساب بألمانيا، النرويج عندنا حساب بالنرويج، السويد عندنا حساب بالسويد. بعد أبو كرار من بغداد، سويسرا عندنا حساب. بعد أبو كرار السلام عليكم. السلام عليكم أخي عبد الله، شلونك؟ وعليكم السلام، أهلا أبو كرار، حياك الله يبا. نشتاق لكم أخوي والله. تشتاق لك العافية حبيبنا، أهلا وسهلا. الله يحفظك ويسلمك. مشاعرنا وقلوبنا كلها وياكم والله، الله يعلم. حياك الله يا أبو كرار. الله يخليك. اللي أريد أقوله أنه ما أقدس أن يقف الإنسان في صف أهل البيت، ما أقدس أن يسجل الإنسان اسمه بسجلات إدارتها بيد محمد وأهل بيته عليه السلام. اللهم صل على محمد. ما أقدس أن يثبت الإنسان موقفا ولو كان بسيطا نصرة للإسلام الأصيل. فسدد الله خطاكم أخي وسهل أمركم، وأنتم تنافحون من أجل العقيدة والمذهب. أحسنت. والله نرى النور، نور الصدق والإخلاص تنبعث من بين جنبات الشاشة.
اعلموا انكم كسبتم تأييد تيارات واسعة في اوساط المجتمع العراقي، في المستقبل معكم ان شاء الله. ان شاء الله. كل فريق يحتاج الى المطاولة والصبر ما دام الهدف كبير، فالطريق له ليس سهلا. يعلم الله مدى الحرقة التي في قلبي، وانا اتوجه لهذا وذاك لكي اعرفه بالقناة او لأحسه على التبرع. ابو كرار انت شنو تجي تسوي ابو كرار؟ يعني اكثر شيء تقدر تسويه اذا بعض الناس معاندين، حاول توزع التردد، بس يعني تعطيهم التردد. يعني من ضمن يعني ان شاء الله الخطوات اللي جاي نقوم بيها يعني ان شاء الله. اهم شيء انه ما دامت النوايا خالصه لوجه الله فهي سوف تفلح في تحقيق ما نصل اليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يوفقكم وينصركم. رحم الله والديك. الله يخليك. من الله ان يحفظكم اخي عبد الله. ماجورين يا اخوان. بالتوفيق والله العظيم. ماجورين. ادعو لكم من كل قلبي. سلامنا للشيخ الحبيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يوفقك. الله يخليك. والله من صبره يعني على فارغ الصبر على ان شاء الله. بعد الصلاه ان شاء الله هو بخدمتكم. بعد الصلاه ان شاء الله. ان شاء الله. رحم الله والديك. والله تسلمونا علي. وعليكم السلام. يعني بحاله صحيه يعني غير جيده. بس اطلب منك طلب انه تمسك المنبر منبر مسجد المحسن وتدعو لي من المنبر. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انت بنفسك تجي هني وتشرفنا ونكون بخدمتكم ان شاء الله. الله يخليك. والله هاي امنيتي امنية قلبية ان شاء الله. وتخدم معانا هني ان شاء الله. الله يخليك. حياك الله يا ابو كرار. ماجورين ان شاء الله. في انا مكالمه ما شاء الله مداخلات ابو كرار انا كلها اعتز فيها، ومن الناس اللي احترم يعني وجهات نظرهم وطريقتهم بالكلام، واحب اخذ من عنده كلمه قال المستقبل لهذا التيار. احنا مشكلتنا يا ابو كرار، وهذه تعتبر مشكله عندنا، القرب وهذه الدول خاصة الدول اللي عندها فكر تخطيطي مستقبلي لمدة 50 سنة، ينظرون إلى هذا الفكر أنه فعلا هو الفكر اللي راح يسيطر في المستقبل، لذلك من الحين قاعدين يحاولون يحاربوننا. احنا الدول العربية عندنا بس يترسون كروشهم عيش لحم، عيش ولحم عربي، عيش ولحم عربي ذبح اسلامي زين، ويترس كرشه ويشرب لدولكه لبن وينام وتكبر هالكرش، بس هذا اللي يفكر فيه. هذه في هذا محمد حسنين هيكل يقول اجتمعت مع الهالك ملك فهد، يقول قعدت معاه ساعتين حتى يعني نبحث الأمور المنطقة والتحديات والمشاكل. يقول هالساعتين قعدنا على أكل، أكلنا بس سؤال واحد سألني، قال لي وشلون تدبرها مع النسوان وانت عمرك 80 سنة؟ يقول هذه الكلمة الوحيدة اللي خذيتها منه، وباشر بالجرائد كتبوا استقبل عاهل المملكة الملك فهد الكاتب والباحث الكبير دكتور محمد حسنين هيكل، وتباحثوا على الأمور والتحديات وتطور من هالكلام. يقول وهو قال لي هالكلمة وشلون تدبرها وانت عمرك 80 سنة مع النسوان. هذا تفكيره وين المخ ماله؟ مو فوق تحت. على العموم هذول ما يفكرون. هذه الحكومات ما تفكر. يفكروا لهم مثلا حكومة الإمارات ذكية، قالوا احنا وين، احنا ناس راعين نياق، راعين هذه مالتهم، هذه مالت الزنوج هذه اللي كل يقولونها، بس ما عندهم شيء. شنو عندهم زين؟ فيقولوا عندهم فلوس، عندهم نفط، عندهم احتياطات نفطية، سلموا إدارة الأمنية كلها البريطانية، هي التحكم بالأمن مالهم، الاستخبارات مالتهم، فتحس ان الامن الاماراتي اقوى امن في المنطقه تقريبا. وكل بالواجهه يطلع منه ضاحي خلفان، ضاحي راح ضاحي خلفان رجع ضاحي خلفان. ضاحي خلفان شنو هذا الهايش على قولتهم؟ حاطين على اساس انه واحد اماراتي
هو اللي يدير الأمن الإماراتي، وهو اللي اكتشف الخلايا التجسسية، الخلايا الإخوانية، وهو اللي سحب الجناسي، وهو اللي حارب القرضاوي، وهو 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 ضاحي خلفان ومسوي مؤتمر. مرة سوى مؤتمر، محمد إذا عندك هذه اللقطة أتذكر عرضناها مرة على قناة فتك، اكتب ضاحي خلفان بالفيديوهات اللي عندنا يمكن تلقى ضاحي خلفان. زين، مسوي مؤتمر ضد قناة فدك مع وزراء الداخلية الخليجيين. ليش؟ قال هذولا عندهم فكر إن يطالبون بإنشاء دولة اسمها البحرين الكبرى، حدودها من البصرة إلى الدبة. الدبة الدبة وين؟ بالإمارات، يعني حدودها الكويت وقطر والمنطقة الشرقية والبحرين وجزء من الإمارات. الدبة هو كله يقول الدبة، منطقة اسمها الدبة. زين، مسوي مؤتمر وحاط خريطة وراسم فيها البحرين الكبرى، يقول هذا ياسر الحبيب يدعو إلى هذا، مجمع وزراء الداخلية الخليجيين ويقول لهم قناة فدك يدعون إلى، مع أن كانت انطلاقة قناة فدك والطرح كان مبدئي لحد الآن من سماحة الشيخ، قال إحنا مستقبلنا أن يكون عندنا البحرين. ضاحي خلفان هذا الأهبل من عندهم طلع هذا الشيء؟ من ذكاء الخارق، من فكرة المخابراتي الأمني العبقري؟ لا يا معود، هذه الدول الاستعمارية اللي هي تدير الإمارات وتدير غيرها وتدير الخليج حاطيننا إحنا الفكر هذا لأنه فكر حق، فكر صادق، فكر البرائي، حاطيننا مخهم. هم تخطيطهم كله ما يخططون لك على سنة ولا سنتين، يخطط حق 50 سنة، حق 100 سنة. حاطين بأجنداتهم إن هذا الفكر الرافضي بعد 50 سنة راح يكتسح العالم الإسلامي كله يصير. وهذه الرسائل اللي قاعد توصلني، أقسم بالله يا أخوان، دق علي واحد متشيع من القصيم، من القصيم عاصمة الوهابية، يقول يا عبد الله أنت قاعد في بريطانيا ما تدري، ما تدري بالوضع اللي يصير برا. يقول والله بالقصيم شبابنا الصغار أبو 14 15 16 سنة قاعد يأخذون البحوث القيمة اللي يطرحها سماحة الشيخ وقاعد يحاججون فيها مدرسينهم شيوخ الدين، ما عندهم إجابة. يقول تشيعون، تشيع عندنا مكتسح في القصيم وما تدري أنت. يقول أنا اضطريت أكلمكم، راح سافر برا وكلمنا ويسمعني الحين. اكتساح نفس السيل، يمشي بطيء 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 إلا لما يشوفه مقرق العالم كله وكل الناس، يا عند أهله، جيرانه، زملائه، أصدقائه، عائلته، شيعة، يلقى نفسه يعني تصير موجة شيعية، والناس يلقى حوالينا كلهم شيعة. يتصل علي بشهر رمضان اللي فات أحد الإخوان من الجزائر يقول عبد الله خلون لنا أذان المغرب والإفطار بتوقيت الجزائر. قلت له ليش؟ قال والله عبد الله اكتشفت أن زملائي، جيراني، أصدقائي كلهم شيعة وما كنت أدري، فمحتاجين أن يكون هناك قناة وصلاة على التوقيت الجزائر. قلت له الجزائر هي بروحها قارة، الجزائر بروحها فيها اختلاف بالتوقيت مالهم، صلاة المغرب تلقاها بشمال الجزائر غير جنوب الجزائر، فإحنا نخلي المدينة المنورة. الجزائر تحدي هذا الدكتور عبد الرحمن يقول تحدي صار بيني وبين إخوان جزائريين متشيعين يقولون الشيخ ياسر الحبيب جزائري، قال لهم لا مو جزائري، من الكويت. قالوا له جزائري، هذا التفكير والطرح هذا قاعد يخاطب الفكر الجزائري المثقف الجزائري. قال لا الكويت. ومو يقول بعد فترة بصعوبة اقنعته منه يا الشيخ ياسر الحبيب كويتي مو جزائري، احنا مو عن الجناسي. هم لما يقولون جزائري وكويتي وعراقي وهذا، يعني تحس ان التفكير نفس تفكير اهل المنطقة، يعني اهل العراق لما يحبون سماحة الشيخ يحسون انه تفكيره يخاطب بيئتهم، خاطب اهدافهم، طموحاتهم، تحدياتهم، مشاكلهم. الجزائريين نفس الشيء، البحارنا نفس الشيء. اليوم احنا لما يقول الاخ ابو كرار هذا هو النهج المستقبل، النهج الرافضي،
هذه الكلمة يا أبو كرار، مع أنك أنت ما عندك، أنا أدري أن ما عندك اطلاع على شنو قاعد يصير بالخلف، يعني خلف الكواليس يعني بالخفاء، ولكن جبتها، أصبت الهدف من غير لا تدري. فعلا هذه القناة مرصودة من الكل، وهذا النهج الرافضي مرصود من الكل، ويعرفون أن هذا هو المستقبل، المستقبل للتشيع الأصيل. وهذه الحكومات والأنظمة استشعرت الخوف، صارت تقصص أجنحتنا، تقطع علينا التبرعات، يعني طرق التبرع، حسابات تتسكر، مندوبين تعتقل، حسوا حسوا بالخوف. ولكن سبحان الله، تتسكر مني الله يفتحها، تتسكر من طريق الله يفتحها من 10 طرق زيادة، تتسكر من هني الله يجيب لك ناس أهل خير تتبرع. على العموم خلنا ناخذ مصطفى اولا. مصطفى السلام عليكم، تفضلي مصطفى. السلام عليكم، شلونك؟ وعليكم السلام، يا هلا اختي مصطفى، تفضلي. الله يسلمك، عين. تفضلي. اعرف اني مواطنه عراقيه شيعيه، لا انتمي لحزب تيار سوى حزب اهل البيت النجف عليهم السلام الله عليه. وقلبي سلام الله عليهم، قلبي على بلدي وعلى كل متشيع يناله الظلم والمطاردة والجور. عندنا أحب قطعة أخبارهم، أرجو استحداث شريط للرسائل القصيرة لمعرفة أخبار وأحوال أحبتنا في الشرقية، يعني أي في مصر والمغرب والقطيف والبحرين، يا صاروايا من أعرف أخبارهم. واتصلت بصديقة في قبل كم يوم من نفس العائلة اللي دزيت قبل 3 أيام راتب شهري باسم عائلة الشهيد السعيد الشيخ حسن شحاتة، وإن شاء الله يكون هذا المبلغ يعني شهري، اتفقت وياهم. أحسنت. ويوم الأربعاء رزلتنا هواية يعني أخ عبد الله، رزلتنا يعني شوية كنت عصبي يوم منو؟ الأربعاء تذكر يوم الأربعاء شوية يعني كنت عصبي علينا على ما أدري والله المشاهدين. ما أدري أنا أي والله وابني يعني زين الحمد لله بفضل الله يعني بركات أهل البيت سلام الله عليه وعليه، لأنه يعني صار أحسن، ما بشرتك يعني قبل، بس شنو أني أخابر يعني بسكوت عنه، لأنه البارحة جاي كسر التلفزيون على رأسنا، متعقد من البرامج الدينية ومن لا إله إلا الله يعني للقناة، بس هاي القناة في الوقت لنا يعني تعبر عن صوتنا وآرائنا وأفكارنا، خصوصا بالعراق احنا ترى كلش مظلومين، فجاي كسر التلفزيون إلا شوية البارحة، لأنه حسيتنا كاملة يعني بدون يعني حس يعني خابركم، ويعني أنا أحبكم لأن إنكم أخوتي يعني فعلا أخوتي يعني وقفتوا لي هواية. أعانكم الله ووفقكم الله أختي مصطفى، مأجورين مأجورين إن شاء الله، واعذرونا احنا هم احنا بشر، ساعات نعصب ساعات نضحك ساعات حزينين ساعات فرحانين، حالنا حال البشر، فأوقاتنا هم مو كلها نفس الشيء. شهري شيخ الرافضي 10,000 دينار عراقي، وعلي العجيلي 10,000 عراقي عن طريق موسى، موسى من ديالة صح؟ موسى من ديالة، زين جزاه الله خير، موسى صديقنا من ديالة، اللي يبي شيء من ديالة هم الأخ موسى من ثقاتنا من ديالة، صديق القناة وصديقنا وعزيزنا موسى من ديالة، اللي يحب يتبرع عن طريق الأخ موسى هم في الأخ أخوان من العراق، في 20 شخص من إجمالي المتبرعين المنتظمين لحد الآن لم يسلموا تبرعهم الشهري، يمكن راتبهم ينزل يوم قد أو ظروفهم، كل واحد عنده ظروف، الله يخليكم يعني يوم قد اليوم جمعة مسكرة المحلات وهذه والمصرافين، يمكن باكر ولا عقبة بالكثير يكون تبرعكم موجود عند أحد المندوبين، جزاكم الله خير، حتى هو يحول لنا المبلغ وندفع فواتيرنا.
باكر لازم ندفع لنا باكر السبت؟ لا الحمد لله باكر السبت. على قولتهم مقلس يوم السبت ويوم الأحد معطلين، يوم الاثنين إن شاء الله. يلا همة بس إخواني، سددوا التبرعات، سددوا تبرعكم الشهري حتى إن شاء الله باكر ولا بالكثير يوم الاثنين نسدد فاتورتنا. اللهم صلي على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوان ما عندنا زيادة عن التبرع بالمتبرعين الشهريين، بس الشيخ الرافضي وعلي العجيلي عن طريق موسى 10,000 10,000 من ما قرينا القائمة، يعني ما في زيادة على القائمة، نفس القائمة، حتى ما تسوى أن محمد يسوي تحديث ونحطها مرة ثانية، نفس القائمة إلا زيادة اثنين من العراق. أنا عندي دول صراحة، دول يعني نقول البحرين على قد حالهم، ناس بسطاء ومحاربين وحكومة ظالمة وجشعة. الشرقية هم على قلة يعني مواردهم وهم تضيق عليهم، بس لأن شعبهم أكبر من البحرين، البحرين صغير، أما الشرقية يمكن فوق 4 مليون، وهم ما شاء الله يعني الشرقية تبرعاتهم زينة. بس احنا يعني نعمل حساب ونعول على الكويت وعلى العراق اثنين. الكويت الدخل مالهم ما شاء الله مرتفع، ومية دينار ما تأثر عليه شهريا، لأهل البيت سلام الله عليهم موايد. العراق شعب عظيم، شعب جبار ما شاء الله، شعب رافضي وكفو، يعني هال10,000 ما تأثر على مثلا الإخوان اللي تبرعوا فيهم، ولا ال10,000 بحدود العشرة باوند تقريبا، أو خمسة باوند. 1,000 واحد يتبرع من 10,000 من العراق، هذه 5,000 باوند. 10,000 واحد يتبرع، هذه 50,000 باوند. 10,000 واحد من العراق مو صعبة. احنا الحين من العراق لو تشوفون المتبرعين الشهرية اللي حاطينهم، 5 قوائم عندنا، اي نعم 5 قوائم، 5 قوائم من العراق، كل قائمة احنا فيها 125 واحد من العراق. احنا نبي 10,000 واحد، مو صعب. وخلاص نقول هذه القناة تدعم من شيعة العراق بس، وإذا صارت شيعة العراق رافضية اعتبر العالم كله يصير رافضي. العراق هي مركز التشيع، مركز التشيع هي العراق، لازم العراق هي تقود التشيع، لازم العراقيين يصيرون رافضة ويقودون الشيعة بالعالم. هما إذا المقدسات عندهم، عندهم الكرار، عندهم سيد الشهداء أبو الفضل العباس، ليش بس حكوماتهم؟ والله يعني المفروض الشعب نفسه هو اللي يحكم. وين الشعب؟ احنا لما نقول الشعب هو المفروض الشعب يحكم بالانتخابات، ولكن الأحزاب هي تحكم. على العموم عندك فيصل سالم الحسني من الموصل. سالم الحسني من الموصل، السلام عليكم سالم. سالم الأحمدي، أهلا وسهلا، تفضل سالم. سلام عبد الله، اهلا وسهلا، تفضل يبا. يا هلا. سلام عبد الله شيخنا، انا سمي من الموصل. حياك. انا سني من الموصل. اي تفضل. شيخنا انا مودة شغلة الصحابي. شنو؟ انا مودة الشغلة مثل الصحابي. ليش تسبون الصحابي؟ ليش تسبون الصحابة؟ لا يا ابوي ما نسب الصحابة، لعنة الله عليهم، مشكور اخونا، ما نسبهم. الحين احنا برنامجنا مال التبرعات، فالصحابة المنافقين لعنة الله عليهم ما نسبهم احنا. علي باكور، علي باكور من فرنسا 100 باوند. علي باكور مو موجود بالقائمة، الظاهر تبرع شهري، لا غير شهري قصدي. مرتضى الحسني من النمسا 20 باوند.
بعد هذا ننزلهم محمد من القائمة. 120 باوند، 120 باوند، الحمد لله. يلا ما بقى شيء. 99 بدك 99,000. إذا 99,000 هذا يبيلها سماحة الشيخ يطلع. أنا وين؟ زين زين. 39,870. أبو فاطمة من ديالى. أبو فاطمة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا أبو فاطمة. ممكن أتكلم مع الشيخ عبد الله؟ تفضل يبا، تفضل، حياك. بالنسبة للقناة فدك، يعني انتشرت فعلا انتشار يعني عجيب، مثل ما يعني قنوات النصارى دخلت بيوت المسلمين، فليس يعني من إذا كانت قناة فدك يعني دكت بيوت السنة أنها انتشرت تشيع، لأن قنوات النصارى أيضا دخلت بيوت المسلمين. فأنت تسولف لولي أمتى ظلت قدي على الشاشة، يعني لا يعني الناس فقراء تلعب على بطانهم وتلعب على عواطفهم، فلا تظلت قدي وتلعن بالصحابة. يا من واحد يلعنك تسوي نفسك صاحب أخلاق وتقول أنا أخلاقي طيبة وما أسمح إن ألعن أحد، فلا تلعن. أظل قدي على الشاشة وانت ان شاء الله ما جايك الدخل جايك. اوف والله، شنو اخر كلمه قالها؟ الدخل جايك. ما حد شباب لقط الكلمه الاخيره؟ احد يكتب لي اياها على شنو يعني الدخل جايك. ها الدخل جايك يعني شنو؟ يعني قصده الفاتوره تتسدد. حلو، الدخل جايك، الله يسمع منك هذا الدعاء الاخير. على العموم اخونا عزيز قلبي ابو فاطمه، ما ادري مداخلتك الصراحه يعني ما لها لا طعم لا رائحه لا لون، بس على العموم خلينا نحاول نحصل من عندها شيء مقضب نرد عليها. مثلا بالبدايه قال قنوات النصارى تدخل بيوت المسلمين، انتم قناتكم تدخل بيوت السنه فيتشيعون. اي بعدين شنو يعني المفروض تربط الكلام بعضه. زين خلينا نحاول استفيد من هذه الكلمه، قنوات النصارى تدخل بيوت المسلمين وانت قناتكم تدخل بيوت السنه فيتشيعون. شلون نربطها ببعض؟ ما يعني ما تربط. على العموم خلينا نطوف هذه. بعدين قال تقدي، هذا تقدي خوم قديمه. بعدين قال الدخل جايك هم حلوه دعاء، يعني رابطهم بعض، هذه فيها رابطه شويه. بس انت بالنص كلمة قال ليش تلعنون الصحابة؟ خليك باللي تقدي مالك، وإذا تسوي روحك صاحب أخلاق. حتى يا أخي أنت الحين أبو فاطمة، عزيزنا أبو فاطمة، أنت ترى إنسان أنا أحترمك وأحترم أسلوبك، زين مع أنك شوية يعني مو ذاك الزود الأسلوب يعني فيها، ولكن نحترم أنك يعني ما تجاوزت، ولكن انا ما العنك. انت تقول يلعنونك انت بعدين تسوي روحك صاحب اخلاق، انا لو يلعنوني اصلا ما ارد عليهم. انا ما العن الناس اللي نفسك والبسطاء، احنا اصحاب الضلال. انت انا وياك متفقين ان كل من ظلم اهل البيت سلام الله عليهم او قير بشريعه الاسلام يوجب لعنه، الله لعنهم في القران. المنافقين، اليهود، النصارى، اللي حاربوا الإسلام ملعونين في القرآن على لسان النبي وعلى لسان الأنبياء وعلى لسان المؤمنين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللي يؤذون الرسول لعنهم الله، اللي يؤذون الرسول. موضوع اللعن ما في اختلاف بيني وبينك، صح ولا غلط؟ يقول لي ليش تلعن؟ زين احنا الحين صار عندنا اللعن ما في مشكلة، صار عندنا منو اللي تلعنهم بس لا اكثر ولا اقل. نشخص انا وياك منو يلعنهم، هل هو عبد الله الخلاف تلعنه؟ ابو فاطمه تلعنه؟ منو يلعن؟ ابو بكر يلعن؟ مسيلمه الكذاب يلعن؟ منو اللي يلعن؟ عائشه تلعن؟ احنا عندنا دلتنا
ان هذول حاربوا الله وحاربوا رسوله، يعني واجب اللعن عليهم. بسيطه، لا تبي لها حسبه ولا شيء. واحنا سنظل نقدي يا ابو فاطمه الى ان تكتمل هذه القائمه ويصير عندنا متبرعين منتظمين لطول الشهر ان شاء الله ويسددون هذه الفاتوره. فبعد فتره يا ابو فاطمه ما راح نقدي لما تكتمل هذه القائمه، وراح تتصل انت شو تقول بعد؟ الحين قاضب علي قضبه، الحين ماسك لممسك كاسر عيننا على قولتهم، يقول يقدون زين. الحين بالله الحين اكتملت القائمه، شو تتصل تقول لا تقدون؟ على العموم سنظل نقدي. صار صلاة محمد؟ 30 ثانية للصلاة. إخواني القعدة معاكم ما تنمل، ولكن بعد 30 ثانية تقريبا الصلاة، وبعدها برنامج سماحة الشيخ الحبيب. احنا موجودين معاكم على هذا الرقم مال التبرعات، واتساب، فايبر، تانجو. انا راح يكون عندي الرقم وانا بخدمتكم. هذا ما لدينا اليوم، وما بقي لي الا ان استغفر الله لي ولكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.